الو سلام. Satu aja. Silakan pemukul terbang. Nah, siap dulu. Kalau ada mic lagi, biar. Dua aja. Nah, bismillah. Maaf, mengganggu biar. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena perlu doa. Alhamdulillah. Uli dal huda. يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه ولد الهدى فالكائنات ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملائك حوله للدين والدنيا به البشرى اللهم صل عليه يوم يطيب على الزمان يوم يطيب على الزمان صباح ومساء بمحمد وضل بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك غبرا صلى الله عليه وصل عليه يا من له الأخلاق ماده والعولى يا من له الأخلاق ماده والعلى منك وما يجعشك الكبرى الله صل عليه سالتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء تيت فضلا لا يداح لمرسلين والله يعطي الفضل كيف يشاء لك يا محمد في الهيبة سعدة والشفاعة والسعادة ولواء محمد محمد بشر كالبشر محمد محمد بشر كالبشر بل هو بل هو يقضي بين الهدى بل هو بل
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مبلى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مبلى صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلع يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلع Thank you.
وصلى على الارض والاصول
اللهم صل صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد وسلم لو كان زينه الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي او لك يا زينه الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا تظلمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا تظلمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له رجاء عند الله لا إله إلا الله لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهدي يوم المؤيد لنا بدخولي وهدي يوم المؤيد لنا بدخولي نبي أحمد يا منا الحمد لله القوي سلطان والواثق برهانه المبسوط في الوجود كرمه والإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به يا الإسلام أرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رغما تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أدار شرفه في عوالم الشهادة والقلوب الملن الذي تقرب به الملن وما أعظم هذا البذل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطر بوجودها أكناف الوجود وطرت الأرض العالمين بإعراج التكريم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى القلب في عالم قدسه الواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الذي لا تنقص أبوابه بالتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أخرج من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأرواح. ما من سمن اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب. Yeah.
Yeah.
مجدله بشرا كاملا يزيح الضلال يا لك لبن يا لك لبن سرورك تواضع لنا بحبيب عملنا وهو من سبحان الذي أبرز من قدرة امتنانا ما يعجز عن وصفه اللسان ويقال في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والدهور ما بلغ الوجود الخلقي النور فتبارك الله بالإله الكريم بشرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من الإشارة وتلقاها بقلب سليم فقد أودي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا عليه فقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم صل عليه يا كريم يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أتهزأ بي يا أخ العرب والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد صل عليه فقال له النبي اللهم صل عليه صلوا عليه صلوا اللهم صل وسلم فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب فانتبى الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله فنزل جبريل الأمين على النبي وقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسب فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسدين لو حاسبني ربي لأحاسبنه قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي وإن حاسبني على حاسبه على جوده وكرمه الله يا الله
الله الله يا الله. فقال جبريل الأمين يا حبيب الله الله يقول لك قل لهذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسب هو الكريم هو الرحيم يا مقدسين وإذا قد شجاء بالركب بالركب قريب أخذ معهم بل إذا أخذوا لقلبي بل وطلع أنت رسول الله إليه
السلام المبين من غضة التعليم يا رسول الله يا قوم جميل ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام سلام 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 يا واغفر
لنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجل فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بشرى بنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل قلنا أكرم الأمم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد باب دنيايا وآخرتي الله رسول أهل بيت المصطفى مصطفى الدهري وهو أمان الأمر ذكر شوق نور الآن جمع الزهري مثل ما قد جاء في سنن دائما Oh!
السماوات والأرض ومن فيهن من الترحيم وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيس. الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناعها المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاضل وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة فأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فهضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود.